نروح اسكندريه، واسكندريه عروس البحر المتوسط انطلقت فيها فعاليات النسخه الثالثه من ماراثون اقرا داخل مكتبة اسكندرية اللي هي نافذة مصر على العالم ونافذة العالم على مصر. بيتم إقامة هذا الماراثون يوميا على مدار 3 أيام، بيعتبر هو أكبر ماراثون من نوعه للقراءة، بيقام دايما على مستوى 3 مدن عربية بالتزامن في نفس الوقت جمعة. صحيح محمد، خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن ماراثون اقرأ من الأستاذ أشرف صقر، مسؤول بقطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم وعلى الساده المشاهدين. اهلا بيك. لو تطلعنا وتطلع الساده المشاهدين عن الفعاليات اللي بيشتمل عليها ماراثون اقرا بمكتبه الاسكندريه. يعني احب في البدايه اصبح كده للمشاهد والمتابع لإنجازات مكتبه الاسكندريه ان العمل ده متميز جدا، وهو ماراثون اقرا بالمشاركه مع مؤسسه اسراء بالمملكه العربيه السعوديه والمكتبه الوطنيه بالمغرب، طبعا على ارض مكتبه الاسكندريه بالصدي وقصر الاميره خديجه بحلوان. مدته 3 أيام، ابتدى امبارح والخميس 29 فبراير ومستمر معانا ان شاء الله لغايه 2 مارس. يعني لو حد اشرح بقيه التفاصيل عن الماراثون. اي يا فندم. اتفضل يا فندم. استاذ اشرف، اتفضل يا فندم. كنا حابين نعرف تفاصيل اكتر، مين اللي بيشارك؟ هل في فئات عمريه بتشارك في هذا الماراثون؟ كمان الماراثون ده بينعقد بالتزامن مع 3 مدن عربيه، فنتعرف عليها. دي حقيقه الماراثون مدته زي ما قلنا 3 أيام. الماراثون بيسعى لتحفيز المجتمع كله على القراءه في المكتبات العامه، انما من دور المكتبه في نشر الوعي والثقافه. الفئات في كل الفئات ما شاء الله، احنا عندنا اطفال وعندنا ناس وعندنا ذو احتياجات خاصة. من اللحظات الأولى لانطلاق الماراثون استقبلنا أعداد كبيرة جدا بتفوق كل التوقعات اللي كنا محددينها. انطلق الماراثون في نفس اللحظة في مكتبة اسكندرية في الصدي وفي قصر الأميرة خديجة في حلوان بأحد فروع مكتبة اسكندرية، وهو بالتزامن مع مؤسسة إسراء في المملكة العربية السعودية والمكتبة الوطنية في المغرب. الماراثون مستمر لمدة كام يوم يا فندم؟ لو في أي شروط للاشتراك، لو حضرتك تقول لنا تفاصيل أكتر. حاضر. الماراثون مدته 3 أيام، ابتدينا زي ما سمعت امبارح 29 فبراير وهينتهي السبت إن شاء الله 2 مارس. المفروض إن الدعوة عامة للكل، المتسابق بيتقدم للمكتبة وبيدخل عن طريق أبلكيشن إسراء بندخل بياناته. وبيبتدي مجرد ما دخلنا بياناته بنعمل ستارت لعدد الصفحات اللي هيقراها. نتيجة ان عندنا قراءة 100 صفحة او 200 صفحة او 500 صفحة او 1000 صفحة مؤامرتي. كل عدد صفحات فيهم بيحصل المتسابق على ميدالية مكتوب عليها عدد الصفحات اللي هو قراها. وطبعا الماراثون ده بيقام لأول مرة في الثلاث مكتبات العربية في نفس الوقت. مكتبة إسراء ومكتبة اسكندرية والمكتبة الوطنية. احنا مستمرين بنفس القوه اللي احنا رضينا بيها، واكيد التجربه دي كانت فريده من نوعها، وتحديدا انا بتكلم كمان على قصر الاميره خديجه في حلوان، لان حلوان منطقه متكدسه بالسكان وفي استفاده قصوى وفي اقبال كبير جدا من اهالي حلوان والاماكن المجاوره ليها لدخول قصر الاميره خديجه والمشاركه في المرض. استاذ اشرف، يعني في ماراثون القراءه اكيد الكل كسبان، يعني لو في ماراثون او سباق للقراءه فاللي قرا مثلا 5 6 صفحات زي اللي قرا 100 زي اللي قرا 1000 كلنا او كل المشاركين اكيد كسبانين، وانهم بيزودوا من معارفهم طبعا. طب حابين نعرف ازاي هنا بيتم بقى يعني التمييز ما بين حد متفوق جدا او حد عرف يقرا عدد اكبر من الكتب او الصفحات، ازاي الشروط هنا؟ ازاي بتميزوا ما بين متسابق والتاني؟ هو في البدايه زي ما قلت لحضرتك احنا اوريدي بنسجل اول ما بيدخل المتسابق في ابلكيشن كده بندخل فيه الكود بتاعه، ياخد الكود، الكود ده بنعمل له ستارت لعدد الصفحات اللي هيقراها وبياخد مده زمنيه، وفي مشرفين على الجمهور او المتسابقين القراءه بنتابع، يعني المفروض هو في تحديدا كده ما يعادل اقل حاجه نص ساعه يقدر يقرا فيها 30 ورقه. ساعه هيقدر هو بيقدم يا فندم ملخص، بيقدم ملخص ليهم يعني ملخص للحاجات اللي قراها؟ لا، ده كتاب حضرتك بيختاره من كليه مكتبه اسكندريه، سواء قصه او روايه او ايا كان هو المجال اللي بيحب يقرا فيه،
وبيبتدي يسجله من الابلكيشن عدد الصفحات اللي قراها. يا فندم ايه الاهداف العامه المستهدفه من خلال اقامه هذا الماراثون بشكل عام؟ هل هي فكره طبعا زي ما محمد كان بيتكلم مع حضرتك يعني انه اي شخص مشارك في هذا الماراثون هو بالفعل كسبان يعني، بس اكيد في اهداف وراء تنظيم هذا الماراثون. طبعا اساسا هو الهدف الاول والاخير هو تحديد الجمهور في القراءه، التفاعل بين الجمهور والمتسابقين مع المكتبات العامه، ده هدفنا، هو نصر الوعي والثقافه. انا كوني بس المتسابق او الجمهور او اليوزر دخل عندي المكتبه، هي دي الاستفاده الكبرى لينا ان احنا نرجع تاني الجيل والشباب للقراءه. هو لابد ودائما وابدا ان احنا نعمل على القراءه، والمكتبه اصلا ليها باع طويل في قصص القراءه، احنا عملنا قبل كده القراءه السهله لمحو الاميه والقراءه السريعه لتدريب القراء على القراءه بشكل اسرع لعدد كبير من الصفحات بنفس القدره على الاستيعاب وبنفس القدره على الفهم والتركيز. فهدفنا الاول والاخير ان احنا نحبب الجمهور في القراءه، والماراثون تقريبا هدفه الاول كده. طيب استاذ اشرف، يعني مكتبه اسكندريه عايزين نعرف برضو النشاطات الثانيه الاخرى اللي ممكن تشجع الجمهور السكندري او حتى الشباب والاطفال كمان على القراءه، يعني الى جانب ماراثون القراءه اكيد في انشطه طوال السنه بتقدمها مكتبه اسكندريه لتنشيط واعاده احياء عاده القراءه مره اخرى. ومكتبه اسكندريه من اللحظه الاولى زي ما حضرتك اتفضلت في بدايه البرنامج هي نتيجه مصر على العالم ونتيجه العالم على مصر. احنا فاتحين ابوابنا تقريبا كل يوم للجمهور للتواصل معاهم في شتى علوم المعرفه، قاعات القراءه مفتوحه بكل ادوار المكتبه، اجهزه الكمبيوتر المتاحه فيها كل المواقع والداتا بيز اللي يقدر يستفيد منها الجمهور، هكذا الحفلات والدورات التدريبيه والانشطه الثقافيه اللي بتتعمل، المحاضرات في كل موضوعات. حقيقي مكتبه اسكندريه هي غنيه بكل موضوعاتها والتواصل الدائم بينها وبين الجمهور سواء في مبنى الصبي او في فروع مكتبه اسكندريه بالقاهره، على تواصل مستمر مع جمهورها ليوصل للهدف باذن الله فعلا مسؤوليه مصر على العالم ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا استاذ اشرف صقر مسؤول بقطاع المكتبات بمكتبه اسكندريه، وصباح الخير على حضرتك.